أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. ثمان انتخابات بين رئاسية وتشريعية تجري هذا العام في أكثر من بلد عربي، فهل يتجه العالم العربي لكي يكون أكثر ديمقراطية؟ هل صحيح أنها ورغم كل ما يشوبها من شوائب تمثل استحقاقات ضرورة؟ هل توفر الانتخابات الشرعنة لأنظمة كان بعضها حتى قبل أشهر مطلوبا رحيله؟ لماذا تتمحور العملية الانتخابية في البلدان العربية حول شخصية محورية واحدة؟ وكما يقال في الأمثال، ما في هالبلد غير هالولد. ما هو تأثير المشهد الانتخابي العربي على التحولات السياسية في المنطقة؟ ما مستقبل المحاور والتحالفات الإقليمية مع احتمال وصول قيادات جديدة؟ هل ستخفف من حدة الاستقطابات في المنطقة أم تزيدها حطباً؟ هل ستمهد لانطلاق قطار الحلول السياسية للملفات العالقة؟ هل ستؤثر نتائج الانتخابات على كيفية مقاربة الدول العربية إلى العلاقة مع إيران وتركيا؟ هذا ما أنوي مناقشته هذه الليلة في حلقة جديدة من البعد الثالث تحت عنوان المشهد الانتخابي العربي والتحولات الإقليمية. أعزائي المشاهدين، في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عايد المناع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أنا الحقيقة ما أستاذ بالعلوم السياسية، أنا أكاديمي وإعلامي وأدرس سياسة في جامعة، خبير في العلوم السياسية. معي كذلك عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور حسن نافعة، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. نبدأ هذا الحوار مع الدكتور عايد. دكتور، كما استمعت في المقدمة، هناك عدة انتخابات تشريعية ورئاسية تجري في العالم العربي هذا العام. كمراقب وكأكاديمي، كيف تشخص هذا المشهد الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي دكتور عبد الصمد، شكرا جزيلا على الدعوة، وسعيد أيضا بأن يشاركنا سعادة الدكتور حسن نافعة، وبالتأكيد سننتفع إن شاء الله من حواراته. حقيقة يعني القضية ليست فقط انتخابات، يعني الانتخابات هي مظهر من مظاهر الديمقراطية ولكنها ليست كل الديمقراطية. ديمقراطية يعني حقوق كثيرة، ويعني الأمة تكون فيها مصدر السلطات، هذه هي الديمقراطية. في إيران مثلا تجرى انتخابات منذ سقوط نظام الشاهي لليوم، لكن هل هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي؟ هل هناك حريات حزبية مثلا؟ هل هناك حريات فكرية؟ هل هناك حريات عقائدية؟ يعني هذه مسائل. هل هناك مجتمع مدني بالمعنى المطلق؟ وما هو المشهد في الدول العربية؟ نعم، لا يختلف كثيرا الحقيقة، بل هو لا يقل سوءا. يعني على الأقل في إيران في انتخابات، لكن في الدول العربية في مصادرة للعملية الانتخابية. وإذا جرت الانتخابات كانت تجري على نمط 99 و9 بالعشرة، اللي هي يعني اللي بالسلطة مضمون فوزه. لذلك يعني نحن نمر في المرحلة الانتقالية، وخاصة منذ 2011 أصبح هناك مشهد آخر، أصبح هناك تغير من خلال الانتفاضات التي حدثت وطاحت في بن علي في تونس، الرئيس مبارك في مصر، علي عبد الله صالح في اليمن، معمر القذافي في ليبيا، والحبل الجرار يمكن بشار الأسد يمكن يواجه أشد أزمة في تاريخ سوريا حتى الآن. لذلك يعني نحن أمام مشهد في تحرك جماهيري، ولكن هذا التحرك الجماهيري يعني لا يزال حقيقة جيني، وليس بالمعنى الحقيقي المطلق ديمقراطي. الآن ماذا يجري في ليبيا؟ الحقيقة مذابح وحروب داخلية. مجلس المؤتمر الوطني لا يستطيع أن يعقد مؤتمر، رئيس وزراء يعين ويفر من التعيين لأنه الوضع غير مستقر. أيام القذافي على الأقل كان في سلطة مركزية. في العراق كان الحقيقة صدام حسين، ما كنا نشعر أنه في يعني هذه النفس الطائفي الخبيث الآن اللي في العراق، لكن بعد سقوط الدكتاتورية بدأنا نشعر أنه والله للأسف الشديد العراق طائفي وقبلي، وأن ما تقدم عما قبل 1958.
لذلك نقول الديمقراطية سلوك وليست مجرد الحقيقة آليات. مطلوب الآن وأنا باعتقادي هذا الذي ينبغي أن نركز عليه، أن تنتقل الحكومات الحاكمة الآن فيها إلى الديمقراطية بشكل تدريجي، مثل ما فعل المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح في الكويت سنة 1961-62، ومثل الأمانة والتاريخ ما فعل ملك المغرب الآن يعني قبل فترة وجيزة، نقل إلى ما يشبه الملكية الدستورية، وهذه حقيقة نقلة نوعية، السلطة طوعيا نقلتها وجنبت المجتمع من الصدامات ومن المدافع. دكتور أنت لا ترى أن هناك تغيرا حقيقيا نحو مزيد من الديمقراطية في الوطن العربي في الثلاث سنوات الأخيرة؟ لا لا، هناك تغير شكلي، هناك تغير شكلي، سقط نظام جاء نظام. يعني الآن في مصر شو اللي تغير؟ يعني هالتغيير الجذري، يعني سقط نظام حسني مبارك، جانا نظام الإخوان، سقط نظام الإخوان، جونا آخرين، إلى الآن لم تتبلور الصورة. يعني ما نقدر نظر، يمكن نسبيا تونس نقدر نقول إن في ملامح يعني ممكن الراهن عليها مستقبلا. طيب. وإن كان هذا يعني قد يكون في ليبيا الصورة ظلامية، في العراق الصورة ليست إيجابية. جيد، صورة واضحة. لنشرك ضيفنا في القاهرة الدكتور حسن نافع، كيف هو المشهد يبدو من القاهرة؟ هل تريد أن أتحدث عن الانتخابات في مصر تحديدا؟ لا، ليس تحديدا، المشهد الانتخابي في العالم العربي، ثم سنعرج إلى مصر كما أراه شخصيا. في الواقع يعني نحن أمام انتخابات ضرورة، ولا أظن أن هذه الانتخابات يعني ستشكل خطوة نحو بناء الديمقراطية الحقيقية. ما زال العالم العربي بما في ذلك الدول التي حدثت فيها ما يسمى بثورات الربيع العربي تخطو خطواتها الأولى نحو الديمقراطية، لكن الأوضاع لم تستقر بعد، معظم الدول ما زال في مرحلة انتقالية، وتبدو لي هذه الانتخابات كلها انتخابات ضرورة تجري في أجواء غير طبيعية، لأن هناك يعني حالة انقسام حادة تتسم بها هذه الدول، وهناك انقسام طائفي واضح جدا في العراق، والانتخابات يعني تبدو هناك وسيلة لتكريس وضع قائم، وهو وضع طائفي لن يكون مقبولا ولا يمثل أي نوع من التقدم على طريق الديمقراطية على الإطلاق. في سوريا تعبر الانتخابات القادمة عن استمرار الأزمة واستمرار الحرب الأهلية، وبالقطع لن تكون خطوة على سبيل استقرار الأوضاع إلا إذا تمكن بشار الأسد من حسم المعركة، من حسم الحرب الدائرة حاليا لصالحه، وبالتالي دخول سوريا في مرحلة جديدة قد يتبعها يعني عملية مختلفة، لكن الديمقراطية ما تزال بعيدة جدا لأن الدولة شبه مدمرة. في ليبيا على سبيل المثال هناك ما يشبه أيضا الحرب الأهلية، هناك أوضاع قبلية تهدد البلاد بالانقسام، وأي انتخابات قد تكون يعني عملية لتكريس هذا الانقسام. طيب. أو لتكريس وضع طائفي معين واستمرار وجود الجماعات الدينية المسلحة إلى آخره. في مصر الانتخابات أيضا القادمة هي انتخابات تجري في ظرف استثنائي، إذا قارنت بين عدد المرشحين الحاليين في الانتخابات التي ستجري 26 و 27 يوليو بالانتخابات التي جرت في 2012 سوف تجد أن هناك اختلافا جوهريا. البعض يرى أن هذه الانتخابات قد تكون بداية أو خطوة نحو الاستقرار، والبعض الآخر يراها أنها قد يعني تكرس حالة استقطاب موجودة، وبالتالي ما لم يتبع هذه الانتخابات محاولة لطرح رؤية سياسية تعيد لم الشمل. دكتور حسن، بالحديث عن الانتخابات في مصر، هل تعتقد أنها ستخفف من حدة الصراع القائم بعد مجيء أي كان من المرشحين اللي نازل انتخابات الرئاسة؟ هذا سيتوقف في تقديري الشخصي أن الأزمة السياسية عميقة في مصر، وهناك حالة استقطاب حادة، ومجرد طرح أي حديث عن لم الشمل أو المصالحة الوطنية يواجه حتى من جانب قطاعات واسعة من النخبة باستهجان شديد، والبعض يرى أنه لا توجد أزمة وإنما
توجد حالة حرب بين الدولة من ناحية وجماعة إرهابية من ناحية أخرى. أنا لا أرى المسألة على هذا النحو. وفي جميع وما هو رأيك أنت دكتور حسن؟ أنت شخصيا كيف تنظر إلى المشهد؟ أنا في تقدير الشخصي أنه لن يكون بمقدور الرئيس القادم أيا كان اسمه، والأرجح أنه سيكون المشير عبد الفتاح السيسي، لن يكون بمقدوره أن ينطلق بالبلاد نحو الاستقرار والتنمية ما لم تكن هناك رؤية سياسية يعني تؤدي إلى انخراط كل الذين لم يحملوا السلاح في وجه الدولة في العملية السياسية. وهناك قطاعات ليس فقط من فصائل الإسلام السياسي وإنما أيضا من الشباب الذي ليس له أي علاقة بفصائل الإسلام السياسي. واضح دكتور حسن. ليس واضح. مرتاحا إلى ما يجري في مصر. واضح. دكتور عايد المناع، أعود لك لنتحدث عن الوضع المصري، كيف تقيم هذا الوضع؟ أنا أعتقد يعني بكل أمانة الوضع المصري الآن الرهان على هالانتخابات القادمة. الانتخابات الحقيقة القادمة في مصر في تعويل كبير على أن تحدث تغييرا في البنية السياسية، والأهم الحقيقة في البداية في الجانب الأمني. مصر الحقيقة تعيش حالة يعني ما يشبه الوضع الأمني غير المستقر، لا أقول انفلات، ولكن الحقيقة وضع أمني غير مستقر. هناك قتل، هناك تفجيرات، هناك إطلاق نار، هناك تمردات يعني كثيرة. هل تعتقد أن الانتخابات في مصر ستأتي لتضفي شرعية على المؤسسة العسكرية التي ستحكم في المستقبل؟ شوف، أنا من الناس الذين توقعوا أنها تخرج من العسكر وترجع إلى العسكر. طيب. وبالتالي ها هي تعود الآن إلى العسكر، لأنه إلى الآن أكبر مؤسسة في العالم العربي لديها القدرة على ضبط الأمور هي المؤسسة العسكرية. وبالتالي يعني قد نكون محتاجين إلى نوع من أمثال المشير السيسي لضبط الأمور، لأنه لديه القدرة على تحريك الجيش بشكل فاعل. وبالتأكيد أنه بالأجهزة الأمنية بالتأكيد هناك يعني تعاون وإلى آخره. لذلك مطلوب لتكون هناك تنمية ويكون هناك استقرار ويكون هناك استثمار ويكون هناك سياحة في بلد مثل مصر تعتمد على هذه المصادر، أن يكون هناك أمن. ما لم يكن هناك أمن ستبقى الأمور الحقيقة بهذه الوضعية. القوى المعارضة الآن بصرف النظر عن مشروعية مطالبها، هي الحقيقة لا تريد أن يكون هناك استقرار حتى تشعر الدولة بالعجز أو تنهار اقتصاديا. وعندما تنهار الدولة اقتصاديا بالتأكيد ستنهار سياسيا. هذا ما تحاول المجاميع المعارضة بأن تفعله. هل تؤيد الفكرة القائلة بأن الدول العربية تحتاج إلى دكتاتور عادل كي يضبط مسارها؟ أنا أعتقد أنه ليس بهذه الصورة. أنا أعتقد أنه علينا أن نتحمل أنه خلال فترات المخاض نحتاج إلى فترة طويلة للتحول. الآن الوضع في ليبيا سيء، وفي العراق سيء، وفي اليمن سيء، ولكن مع الزمن الناس سوف تستقر في نهاية المطاف على نمط للحكم يحقق مصالحها. نعم ستسيل دماء وسيكون هناك حقيقة صراعات مسلحة. الطريق الأقصر هو أن يحكم العسكر، ولكن للأسف الشديد سوف يعني يكون حكم العسكر أيضا غير ديمقراطي، وسيواجه أيضا بمعارضة وبمواجهة. واضح. دكتور حسن، لماذا السمة الغالبة للانتخابات في الدول العربية تدور حول شخصية محورية؟ دائما هي الطاغية وتكون الشخصيات الثانية هامشية. لماذا لا يوجد هناك تنافس حقيقي في الانتخابات العربية؟ لأن الأوضاع القائمة في العالم العربي هي أوضاع استثنائية، لا يمكن أن تجري الانتخابات بشكل تعددي حقيقي وتنافسي حقيقي وتتمتع بكل المقومات التي يعني تجعلها انتخابات نزيهة وعادلة إلا إذا كانت تجري في أجواء مستقرة. والأوضاع في العالم العربي أو في معظم أجزائه ليست أوضاع مستقرة. في العراق ليس هناك أي نوع من الاستقرار، وهناك ما يشبه الحرب اليومية، عمليات تدمير يعني كثيفة، وأحيانا توجه ضد يعني مقر الانتخاب. سوريا بلد شبه مدمر، ولا أدري كيف ستكون هناك انتخابات حقيقية. في مصر التي لم تكن تعرف الإرهاب
الآن هناك ما يشبه الحرب الحقيقية في سيناء، وهناك أيضا عمليات إرهابية تكاد تؤدي إلى نزيف دم يومي في مصر. وهذه الأوضاع غير المستقرة لا يمكن أن تؤدي إلى إجراء انتخابات في يعني أوضاع طبيعية، ولذلك هناك بحث دائما عن شخصية الرجل المنقذ، شخصية البطل. هناك احتياج إلى الأمن أكثر مما هناك احتياج للديمقراطية، لكنني أظن أنه على المدى الطويل لن يستطيع أي شخص تحقيق التقدم والتنمية إلا إذا تحقق الاستقرار وتحقق العدل في الوقت نفسه. شكرا دكتور حسن. أنا سأخرج الآن في فاصل قصير ثم نعود لنتابع هذا الحوار الشيق، فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة التي نخصصها للمشهد الانتخابي في العالم العربي. دكتور عايد، برأيك بعد انتهاء الاستحقاقات الرئاسية في هذا العام في العالم العربي، هل ستنشأ هناك تحالفات جديدة، محاور جديدة تتعامل مع المعطيات في المنطقة، أم سيبقى الحال كما هو عليه؟ هل تقصد إقليميا ولا محليا؟ فيما يتعلق بالعالم العربي مع دول الجوار. يعني أنا أعتقد أول العالم العربي بحاجة إلى أن يستقر هو، لأن حقيقة العالم العربي للأسف الشديد أصبح منشغلا في نفسه بشكل كبير. يعني الآن مصر مشغولة، العراق مشغول، كل بلد عربي في وضعه الحقيقة. الخليج أيضا لا زال الأوضاع يعني حتى داخل البيت الخليجي ليست يعني مريحة. صحيح. لذلك يعني الوضع في المنطقة العربية هو ربما يكون للأسف الشديد هو أسوأ ما في دول الإقليم. يعني الأوضاع في تركيا في النهاية انتخابات تجري وخلافات تكون ضمن الأطر الديمقراطية. في إيران أيضا الوضع يمكن أصبح يتحسن أفضل بوجود فخامة الرئيس حسن روحاني، يعني الآن بتوجه أفضل من السابق، يعني بتقارب مع كل القوى سواء الإقليمية أو الدولية. ولكن هل نتائج الانتخابات في الدول العربية سيكون لها تأثير؟ يعني لو كانت الانتخابات حقيقية وممثلة لكل الأطر الشعبية أنا أعتقد سيكون لها تأثير، لكن عطني دولة عربية واحدة الآن فيها ممكن أن تكون ممثلة. الآن في مصر نعم يكاد يكون مضمون نجاح السيسي، وهذا طبعا يعني نتيجة هذه العملية التي أطاحت بنظام حسن محمد مرسي. في التفاف حوله، لا نعلم ماذا تقول صناديق الاقتراع حتى ما نعمل دعاية لطرف. صحيح. لكن إذا لم تستقر الأوضاع أمنيا واستمرت الأعمال العنف سيكون هناك إشكاليات. مصر الحقيقة الدكتور نافع يقول أنها لأول مرة يمكن تشهد هذه الإرهاب، لا، في الثمانينيات أيضا شهدت الإرهاب منذ اغتيال الرئيس السادات إلى الحقيقة التسعينيات وهي تواجه الإرهاب سواء من التكفير والهجرة أو من الجماعة الإسلامية أو من مجاميع أخرى، وهو إرهاب الحقيقة وصل إلى ضرب حتى المفاصل السياحية في البلد. هذا الإرهاب الآن يجري في ليبيا، هذا الإرهاب يجري في العراق، هذا الإرهاب يجري في اليمن، يعني بكل مكان. من أينما اتجهت للأسف الشديد، ترى الصومال أيضا دولة عربية وأيضا تعاني من الإرهاب. لذلك نحن في وضع حقيقة غير مستقر، وهذا ما دعاني أن أقول الانتقال الطوعي، انه الحكم انظمة الحكم عليه ان تفكر بالانتقال الطوعي. ملك المغرب حقيقة انا اعتقد اختصر الطريق على نفسه وعلى البلد وحولها بهذه الطريقة بحيث يأتي حزب الاقليمية ويشكل حكومة. طيب. هذه خطوة متقدمة نتمنى الاخرين يفكرون فيها، مثل ما فعل الشيخ عبد الله سالم رحمة الله عليه، اللي نقلنا من امارة عادية وراثية الى اخره الى دولة تتحدث عن دستور وعن مؤسسات وعن صحافة وعن الى اخره. لأشرك الدكتور حسن في هذه النقطة. دكتور حسن، مصر دائما كانت هي العامل المؤثر في الأمة العربية، هل تعتقد بعد الانتخابات الرئاسية ستعود مصر لتؤدي هذا الدور الفعال والمؤثر؟
للأسف أن الدور الريادي والقائد الذي كانت تلعبه مصر في الأمة العربية تآكل تدريجيا، وحتى في نهايات عصر مبارك كان من الواضح أن مصر لا تستطيع أن تلعب الدور الذي اعتادت أن تلعبه قبل ذلك، إما بسبب يعني الطريقة التي أدير بها الصراع العربي الإسرائيلي بعد التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل، وإما أيضا بسبب مشروع توريث السلطة الذي أدى إلى يعني ربط القيادة السياسية في مصر بمجموعة من المصالح الشخصية قيدت حرية حركة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى خلال 30 عاما من حكم مبارك وأدى في نهاية المطاف إلى الانفجار الشعبي الذي رأيناه في 25 يناير. ولذلك لكي تعود مصر إلى ممارسة دورها الإقليمي عليها أولا أن تحقق الاستقرار في الداخل، خصوصا وأن الأمن المصري يتعرض إلى تحديات خطيرة جدا من كل الجبهات، من الجبهة الجنوبية في ظل إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة الذي يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، الإرهاب على الجبهة الشرقية الذي يأتي من هناك كميات هائلة من السلاح تتدفق من ليبيا إلى مصر أو تدفقت بالفعل وما تزال تتدفق، وهناك أيضا ما يجري في سيناء في الجبهة الشمالية الشرقية إلى آخره. وبالتالي الأمن العربي العام منكشف، يعني أمن مصر منكشف على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، والأمن القومي العربي منكشف بسبب انكشاف الأمن المصري وبسبب غياب الدور المصري في واقع طيب الأمر. دكتور لكن حسن، لكي تستعيد مصر دورها الإقليمي، دكتور حسن لقد كانت لك مبادرة أو ورقة قدمتها بعنوان الأزمة والمخرج، ولقت ردود فعل عنيفة في الشارع المصري، بعضها كان مؤيد وكثير منها كان معارض. هل هناك أي بوادر تقبل لهذه الورقة أم أنها قد وئدت؟ يعني أنا تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، وبالفعل كما تفضلت لاقت هذه الورقة قبولا من جانب بعض الأطراف ومعارضة صاخبة من بعض الأطراف الأخرى، وردود فعل متشنجة جدا من جانب أطراف ثالثة، ويعني نالني ما نالني من هجوم، لكنني مقتنع تماما بأنه لا حل إلا من خلال مخرج سياسي. لا أعتقد أن الوضع الآن مهيأ لحديث عن مصالحة أو عن لم الشمل أو عن رؤية سياسية لإخراج البلاد من الأزمة، لأن البلاد ستكون منشغلة تماما خلال الأسابيع القادمة بالانتخابات الرئاسية. لكنني كما ذكرت لك في البداية، بعد الانتخابات الرئاسية سيكون على الرئيس المنتخب أيا كان، سواء كان السيسي أو صباحي، سيكون عليه أن يفكر في طريقة لتحقيق الاستقرار، والاستقرار لن يتحقق من خلال العمل الأجهزة الأمنية وحدها، ولكن لابد أن يكون عمل الأجهزة الأمنية مصحوبا برؤية سياسية تؤدي إلى إدخال إشراك كل العناصر التي لا تحمل السلاح في العملية السياسية، وبالتالي عزل كل الجماعات الإرهابية. واضح دكتور. أريد أن أشرك السادة المشاهدين في بعض المشاركات التي وردتنا على تويتر. كان لنا سؤال في الأيام السابقة يقول: هل تعدد الانتخابات في الوطن العربي تعكس ديمقراطية حقيقية؟ هذه بعض المشاركات التي وصلتنا. فعلى سبيل المثال هزاع بهمن يقول: الديمقراطية في الدول الغربية هي تعبير عن الرأي، أما في البلدان العربية فالديمقراطية هي بيع وشراء للآراء. ثامر الدخيل يقول: مشكلة الديمقراطية عندنا بالتطبيق وليس بالنظرية، فهناك انتخابات صورية معروفة مخرجاتها سلفا، وهناك انتخابات قسرية وأيضا معروفة مخرجاتها سلفا. هديل بوغريس تقول: إذا كانت هذه الانتخابات غير شفافة ولا تخضع لرقابة لجان مستقلة لضمان نزاهتها، فلن تحقق الغرض المرجو منها وهو المشاركة الشعبية. مغرد باسم الكويت أولا وأخيرا يقول: في رأيي أنه لم تكن هناك أي انتخابات نزيهة في العالم العربي إلا في تونس وليبيا ما بعد الثورة، وربما الكويت أيضا وفقط.
مغرد تحت اسم جورناليستو، يقول أنا رأيي أن العرب والمسلمين لا تصلح معهم الديمقراطية، بل تصلح معهم العصا لكي يمشوا في طريق مستقيم. بدر الشمري يقول الانتخابات لا تعكس إلا حالة من عدم الاستقرار الذي بات به أغلب الدول العربية والممارسات الخاطئة التي تمارسها والحكومات هي السبب. دكتور عايد المناع، كيف تعلق على هذا المغرد الذي تحدث عن أن الديمقراطية لا تصلح للعرب والمسلمين؟ للأسف الشديد هو فعلا ينطلق من ثقافة واقعية. يعني هل في تاريخنا العربي والإسلامي ديمقراطية؟ منذ الخلافة الراشدة إلى اليوم وين الديمقراطية اللي قامت عندنا؟ ما في للأسف الشديد. ولذلك أنا بديت بحديثي قلت أنه هي ثقافة، الديمقراطية ثقافة. الديمقراطية في الدول الغربية أيضا كانت مفقودة، لكن تمت تضحيات كثيرة، الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية والثورة الإنجليزية، كل هذا أدى إلى أنه في النهاية الأمة تتحمل مسؤولياتها. طيب. وتضحي في بعض الحريات من أجل أن يقول هناك نظام ديمقراطي. نحن نمر في هذه المرحلة الآن، يعني صارنا فترة على الأقل منذ يعني فترة الاستقلالات في الوطن العربي، خلنا نقول يعني من الخمسينيات، يعني البادين في الأول قليلين، ونحن نمر في هذه المرحلة من حكم كان موروث الغرب، يعني في مصر، في سوريا، في السودان، في العراق، كان في ديمقراطيات الحقيقة، ولكنها على خلفية الاستعمار الغربي. عندما رحل الاستعمار وانكشفت كل الأمور، تدخل العسكر في السلطة، لأنه في تلك المرحلة كانوا يمثلون التطلعات الوطنية. وجدنا ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وهي محط أمل العالم العربي الحقيقة، وكانت هي الرائدة. ثم وجدنا ثورة 1958 في العراق، وتغير في سوريا العسكر. كل هذا لأنه كان هناك قضية محورية هي قضية فلسطين، وقضية فلسطين كشفت الأنظمة المحسوبة على الغرب وأجت بالعسكر لعل وعسى أن يأتوا بتغيير جذري، ولكن العسكر الحقيقة زادوا الطين بلة. جيد. بالحديث عن الملف الفلسطيني دكتور حسن نافع، هذا التراجع الذي يشهده الملف الفلسطيني، هل تعتقد أن هناك بارقة أمل ليعود إلى الساحة؟ هل المصالحة الفلسطينية أملتها الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تجاهل لهذا الملف الفلسطيني؟ أنا في اعتقادي أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب المركزية، على الرغم من انشغال العديد من الشعوب والدول العربية بالأوضاع الداخلية الآن، لكن إسرائيل كانت وما تزال مصدر تهديد رئيسي للدول والشعوب العربية، ولابد من طريقة لإجبار إسرائيل إما على التوصل إلى تسوية سلمية عادلة حقيقة تمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة في حدود 67 على الأقل، وعودة اللاجئين الفلسطينيين. طبعا الانقسام الفلسطيني أضر بالقضية الفلسطينية، والمصالحة التي جرت حاليا ربما تكون مدفوعة بأوضاع داخلية وأوضاع إقليمية وأوضاع دولية يعني فرضت على هؤلاء للتقدم خطوة نحو برأيك دكتور حسن، هل لكنني لست واثقا، هل نتائج الانتخابات في مصر من الممكن أن تؤدي إلى تغير في هذا الموقف في الملف الفلسطيني؟ بالتأكيد، وخصوصا إذا أدت الانتخابات الرئاسية إلى يعني استقرار الأوضاع في مصر، أو شكلت خطوة على طريق استقرار الأوضاع، لأن استقرار الأوضاع في مصر وانطلاق مصر نحو يعني لكي تصبح دولة قوية ستؤدي إلى تغيير كبير جدا في العالم العربي كله، بما في ذلك على الصعيد الفلسطيني. لكن أنا أظن أن استقرار الأوضاع في مصر سيستغرق بعض الوقت، لن يحدث بين يوم وليلة، سنرى ما هي السياسات التي سيطرحها. طيب بالحديث دكتور حسن بالحديث عن السياسات، مصر الآن يعني المواقف مع سوريا، مثلا الرئيس محمد مرسي سحب السفير من سوريا، تركيا الآن هناك قطيعة بينها وبين مصر، هل تعتقد أن انتخاب المشير السيسي كما ترجح الآراء سوف يغير من هذه المعادلة في التعامل مع هاتين الدولتين؟
إذا جرت الانتخابات في أجواء صحيحة ونزيهة واعترف العالم بنزاهتها وشرعيتها ونزلت أعداد كبيرة من الناخبين لتؤكد أن الرئيس المنتخب يعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية، أعتقد أن هذا سيكون بداية نحو الاستقرار في مصر. وطبعا هناك ثلاث قوى إقليمية هي التي تتنازع أو تتنافس على النفوذ في المنطقة الآن، إيران من ناحية وتركيا من ناحية وإسرائيل من ناحية ثالثة، لكن عودة مصر نحو الاستقرار سيعيد جي. يعني سيجبر كل الأطراف على إعادة النظر في ما يجري داخل المنطقة جي. وبالتالي أعتقد أنه الانتخابات الرئاسية إذا نجحت سيكون لها تأثير كبير جدا ومهم على توازنات ومعادلات القوة في المنطقة. واضح لكن دكتور كما قلت حسن. واضح أعتقد واضح. أن هذا سيستغرق بعض الوقت. شكرا دكتور عايد، قبل أن نخرج في هذا الفاصل باختصار، سوريا بعد 3 سنوات من الحرب، من الدمار، من التشريد، من التقتيل، يبدو أن هناك اتفاقا إقليميا عالميا على أن الحل سيكون سياسيا، والأجواء تتجه إلى الانتخابات ويبدو أنها ستعقد وسيكون كما هو واضح بشار الأسد الرئيس المقبل. هل تعتقد أن هذه العملية الانتخابية ستؤثر إيجابيا على مسار الأزمة في سوريا؟ هو طبعا الحل السياسي الحقيقة هو الأفضل وهو الأصح، ولكن للأسف الشديد الانتخابات لن تؤدي إلى حل سياسي. ما سيؤدي إلى حل سياسي هو حوار الأطراف المتصارعة والاقتناع من قبل القوى الإقليمية الداعمة لكل الأطراف بأنه لا حل إلا الحل السياسي، وأنه حتى لو انتخب بشار الأسد، وهو سينتخب بالتأكيد لأن أصلا ما في منافسة، حتى لو انتخب يفترض أن يكون انتخابه مؤقتا، وأن يكون لإبرام اتفاق لنقل السلطة بشكل يؤدي إلى انتخابات حرة ديمقراطية. ما لم يحدث ذلك ستبقى هذه المشكلة، لأن الأطراف الحقيقة التي يعني هي وراء الصراع لا تزال هي موجودة، يعني الولايات المتحدة موجودة، روسيا موجودة من الجانب الآخر، تركيا موجودة، أطراف كثيرة متشابكة في الصراع السوري. هذه الأطراف بدأت تدرك الآن أنه لن يكون هناك منتصر ومهزوم نهائي في سوريا، ولذلك بدأت تهدي. وما زاد الطين بلة هو أنه بالفعل دخول القوى المتطرفة، داعش على النصرة على مدرمين إلى آخره، هذه أدت إلى أنه الغرب وبالذات الولايات المتحدة وأيضا الحقيقة المملكة العربية السعودية جرمت المنتمين إلى صحيح. هذه القوى، وهذا طبعا جعل هناك تفكير للتهدئة. الآن هناك بحث عن مخرج، يعني قد يكون هناك من يدعم جبهة تسمى الجبهة الإسلامية ولا ندري من هي هذه الجبهة الإسلامية، لكن هل مثلا دول الخليج ستكون سعيدة لو وصل الإخوان المسلمون في سوريا للسلطة بعد هذا اللي حدث يعني في الإمارات السعودية وإلى آخره؟ أكيد أنه القوى المتطرفة غير مرحب فيها من كل دول الإقليم. لذلك الحل السياسي الآن أنا أعتقد أنه على الرئيس بشار الأسد أن يبادر هو نفسه إلى طرح حل سياسي يعلن طلاق حزب البعث للسلطة، إلا إذا جاء بانتخابات حرة وديمقراطية ومشرف عليها دوليا. إذن الاتفاق الإقليمي والمبادرة الذاتية من سوريا ستكون إن شاء الله كفيلة بحل هذه الأزمة. أعزائي المشاهدين ابقوا معي، سنعود بعد هذا الفاصل القصير. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وهذا الجزء الأخير من هذه الحلقة التي تتعلق بالمشهد الانتخابي في الدول العربية. أعود لك دكتور حسن نافعة وأتساءل، ما هي الأولويات التي ينتظرها الشعب المصري والدول العربية لدى الفائز في الانتخابات الرئاسية المصرية، وإن كانت المؤشرات ترجح فوز المشير السيسي؟ ما هي الأولويات؟ يعني طبعا الشعوب العربية تنتظر أن تعود مصر إلى ما كانت عليه وأن تقود العالم العربي، لأن هناك أخطار كثيرة جدا
تهدد العالم العربي كله، ولكن الوضع الداخلي في مصر وضع محتقن جدا. هناك تراكم مشكلات على مدى يعني أعوام كثيرة جدا أدت إلى وجود أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، حوالي 20% يسكنون المقابر، هناك يعني تراجع في خدمات الصحة والتعليم إلى آخره، وبالتالي هذه الأمور تحتاج إلى حل. فالشعب المصري يريد أولا الاستقرار السياسي، لأن قضية الأمن قضية مهمة، وأعتقد أن ظهور المشير السيسي على الساحة كان أحد أسبابه احتياج الشعب المصري إلى الأمن أولا، باعتبار أن الأمن هو المقدمة الطبيعية نحو الانطلاق الاقتصادي. لكن أنا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين والقوى المتحالفة معها ستواصل يعني استراتيجية استنزاف النظام، ولذلك إذا استمرت حالة الاستقطاب ولم تقم جماعة الإخوان المسلمين بعملية مراجعة يعني مخلصة ويعني الكف عن تقديم غطاء سياسي للإرهاب، ستظل المشكلة قائمة لبعض الوقت. لذلك أكرر من جديد أنه يتعين أيضا على أي رئيس قادم على الأقل أن يظهر استعداده وحسن نيته لفتح صفحة جديدة مع كل القوى التي لا تحمل السلاح في وجه الدولة. لكن مطالب الشعب المصري هي مطالب نعم. اقتصادية واجتماعية في الأساس، خصوصا في المرحلة الأولى. واضح. الدكتور عايد المناع، بالحديث عن مصر، بعض دول الخليج أبدت حماس منقطع النظير لتولي المشير السيسي زمام الأمور وفي المستقبل في مصر. هل تعتقد أن هذا يشكل حنينا للحقبة التي كان يحكم فيها الرئيس حسني مبارك؟ كانت الأوضاع مستقرة والتنسيق مع دول الخليج في أحسن حالاته؟ لا شك بأنه علاقة الرئيس محمد حسني مبارك بالخليج كانت علاقة طيبة، وموقفه خاصة من الغزو العراقي كان موقف تاريخي. وحقيقة أيضا الرئيس مبارك يعني أوجد بنية تحتية في مصر يمكن ما سبقه أحد إليها، وبالذات الحقيقة في السكن وفي أماكن السياحة يعني، وأوجد استثمارات وانفتح على الخليج، وأيضا تدفقت العمالة المصرية على الخليج، يعني أمور كثيرة. الخليج كان مرتاح لنظام الرئيس مبارك من الناحية السياسية والعلاقات مع مصر، وخاصة أنه يعني بعد مرحلة من مصر كانت في عهد عبد الناصر يمكن بعيد شوية، وخاصة بينه وبين السعودية يعني تنافس شديد يعني وحاد. منذ وفاة الرئيس عبد الناصر مصر بدأ ينخفض دورها الإقليمي ويصعد دور الإقليمي للخليج الحقيقة والدول الأخرى. أنا أعتقد أنه ليست القضية حماس للمشير السيسي، القضية بالنسبة لدول الخليج أنها لديها تيار سياسي، وأنا أتكلم هنا عن مثل السعودية والإمارات على وجه الخصوص، لا تريد الإخوان المسلمين أن يحكموا، وبالتالي فرحت بتنحية السيسي للإخوان المسلمين وساندته، بالرغم أنه هو يمكن كان بالأساس غير معروف بالنسبة لنا بشكل كبير، وكان ربما أتى به الرئيس المنتخب وهو محمد مرسي. لذلك أنا أعتقد أن دول الخليج تريد أن يتولى السلطة في مصر سلطة لها قوة مركزية تسيطر على الموقف، لأن المرحلة التي حكم فيها الرئيس مرسي كانت فترة قلقة جدا، والأوضاع غير مستقرة، والبلد تعيش حالة فوضى، ولذلك يعني كان مطلوب نعم. أنه مصر تعود إلى العالم العربي بشكل أفضل من خلال قيادة قوية. لنشرك الدكتور حسن نافع في هذه الجزئية، ما هو تقييمك للفترة التي حكم فيها الرئيس حسني مبارك؟ يعني الدكتور عايد يقول كان هناك إنجازات وبنى تحتية وحالة من الاستقرار، كيف تقيم هذه المرحلة؟ وهل تعتقد أن المصريين بعدما جرى عليهم هذا الصراع وهذا التنافس الشديد الذي أدى إلى سفك الدماء، هل هم يشعرون بالندم مما حدث في ثورة يناير؟ لا، يعني تقييم المصريين لمرحلة مبارك مختلف عن التقييم الذي تفضل به الدكتور عايد مناع، لأن الثورة التي اندلعت في مصر في 25 يناير
لم تكن أبدا مؤامرة خارجية كما يعتقد البعض، ولكن يعني فساد واستبداد النظام وإصراره على نقل السلطة إلى ابنه دون أي سند أو دون أي مبرر هو الذي أدى إلى انفجار الأوضاع. دور مصر الإقليمي كان قد تآكل، تخلت مصر عن القضية الفلسطينية، بل أيضا تخلت عن إفريقيا، ولم يحضر الرئيس مبارك معظم مؤتمرات القمة بعد تعرضه لحادث الاغتيال، وأهمل العلاقة مع أثيوبيا، وأدت الأوضاع إلى يعني أن أصبح الأمن المصري مهددا من كل الجهات. وبالتالي أنا شخصيا تقييمي تقييم سلبي جدا لفترة مبارك، تقييمي أيضا سلبي أكثر لفترة محمد مرسي. كان أمام محمد مرسي فرصة ل يعني التأسيس لنظام يشارك فيه الجميع، لكن إصرار جماعة الإخوان على الهيمنة المنفردة واستبعاد شركاء الثورة، خصوصا وأن الإخوان لم يكونوا هم الذين فجروا ثورة 25 يناير أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. طبعا الشعب المصري لن يسمح بعودة جماعة الإخوان للحكم في هل أنت متفائل؟ هل أنت متفائل دكتور حسن بأن الحقبة القادمة فيما لو تولى المشير السيسي ستكون إيجابية على مصر والعالم العربي؟ نعم أنا متفائل، إذا لم يكن عودة المشير السيسي كما يعني يخشى البعض مقدمة لعودة شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم، لكنني أعتقد شخصيا أن المشير السيسي أدرك مساوئ نظام مبارك وأدرك مساوئ نظام الإخوان المسلمين واتخذ خطوة شجاعة. إذا يعني انتبه المشير السيسي إلى جوقة المنافقين الذين سيتسلقون وراء السلطة سيستطيع أن يفعل شيئا إن شاء الله لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. طيب لنعود مرة أخرى إلى تويتر، هناك مشاركات عديدة حقيقة وصلتنا على السؤال الذي يتعلق بالمشهد الانتخابي في العالم العربي وهل هو يعكس ديمقراطية حقيقية أم لا. لدي مشاركة من الأخ مساعد يقول هي ديمقراطية إلى حد ما من وجهة نظري، أنه غالبا تعدد الانتخابات ينتج عن خلل ولا يقاس على أنه ديمقراطية. باقر شراق يقول الديمقراطية جزء، والجزء الأهم هو تحرر النخب الحاكمة من الإرادة الغربية، فإذا اجتمعت الديمقراطية مع عدم التبعية ففيه الصلاح. ابتسام الكندري تقول الانتخابات تعكس تخبطا حقيقيا، أبسط مثال ما يحدث في مصر، شعب لم يمارس الديمقراطية أعوام وفجأة مارسها دون وعي، والنتيجة ما يحصل في بلادهم. وليد يقول الديمقراطية الحقيقية ليست انتخابات فقط، بل هي حرية صحافة وإعلام ورأي عام مستنير وشعوب تقبل بالاختلاف وشفافية لمنهج الحكم. مغرد باسم التركمان يقول قطعا لا تعكس ديمقراطية حقيقية، بل واجهة مكذوبة لكي يراها العالم فقط، وهي محسومة قبل كل شيء لجماعات معينة. جاسم يقول الحكم على الديمقراطية يكون كالحكم على أي نظام حكم آخر، هل هي فعالة أم لا، وهل حققت الرخاء والنمو الذي ينشده أي شعب أم لا. ويتساءل ما الطائل في ديمقراطية يدخل مع الناس دوامة صراعات سياسية بدلا من عمل التنمية الحقيقي. وأتوجه إليك بالسؤال دكتور عايد، ما الطائل من هذه الديمقراطية التي ينتج عنها صراعات دموية؟ والله الديمقراطية ليست هي الصراع الدموي، الديمقراطية هي الصراع السياسي من أجل الوصول إلى السلطة، هذه الديمقراطية الحقيقة. لكن نتيجة أوضاعنا الموروثة من ثقافة سواء كانت دينية أو اجتماعية من أعراق قبلية هي التي تهجر الصراعات، لأنه كل منا يريد أن يكون هو السلطة ولا يريد لغيره أن يكون هو السلطة. ليست هناك لدينا معايير محددة لمن يتولى السلطة. عندما نؤمن بأنه صندوق الاقتراع هو الحكم، وأن من يأتي عن طريق صندوق الاقتراع وبصورة غير مزورة بصورة سليمة حقيقية هو الذي يحكم، هنا الحقيقة سنكون مثل العالم المتقدم، مختلفين عن وضعيتنا الحالية. لكن إذا الآن مثل ما حصل يعني في بلدان كثيرة أنه والله لا
الحزب الحاكم والسلطة الحاكمة، النتيجة محسومة سلفا، وأن الرئيس القائد والرئيس المبدع والعظيم هو الذي يقود البلد، هنا الحقيقة لن نصل إلى حل. لذلك إذا لم نؤمن بالديمقراطية بأنها ممارسة، بأنها حريات، بأنها فكر، بأنها تعددية فكرية وتعددية سياسية، وأن في النهاية هي حكم القانون من خلال تولي السلطة من قبل مجموعة منتخبة بطريقة لا غبار عليها. جيد. دكتور حسن نافع، كيف ترد على من يطالب بمقاطعة الانتخابات أيا كانت في أي بلد بأي صورة كانت بحجة أنها انتخابات صورية شكلية غير حقيقية لا تمثل الواقع؟ هل أنت مع هذا الرأي أم أنت تدعو إلى المشاركة وإن كانت العملية الانتخابية ليست بالمثالية التي ننشدها؟ لا، المقاطعة موقف سلبي جدا، وفي الحالة المصرية بالذات المقاطعة ستؤدي إلى أزمة سياسية كبرى، لأنها ستظهر المشير السيسي وكأنه لا شعبية له، وكأن الشعب المصري ليس مهتما بأن يظهر تأييده لترشح المشير السيسي، وبالتالي سيعطي هذا حجة لكل الذين يقولون أن هذه انتخابات صورية وشكلية وأنها لا تعبر عن إرادة الوقت الناخبين. يداهمني دكتور، وستكون رأيك هناك رأيك أصبح واضحا. أريد أن أشرك دكتور عايد المناع في هذه الجزئية الأخيرة، هل تعتقد أن هذا المشهد الانتخابي في هذا العام سوف يسدل الستار على ما يسمى بالربيع العربي؟ لا أعتقد ذلك الحقيقة. يعني هي العملية إذا جرت انتخابات ديمقراطية حقيقية ممكن أن تكون نموذجا، وهذا أملنا في مصر الآن. أنا أعتقد أن المقاطعة لن تنجح، الأغلبية المصرية سوف تذهب وتصوت بصرف النظر عن من هو الذي سيفوز، وإذا نجحت مصر واستقرت مصر أنا أعتقد أنها ستكون نموذجا رائعا، وأعتقد أنها خلال فترة وجيزة ربما لا تتجاوز العام أو العامين سوف تستقر مصر وسوف تعود إلى دورها الذي ممكن أن نقول المشارك في العالم العربي أكبر من ذي قبل. سوف يكون هناك أيضا يعني قوة عربية عليها يعني الاعتماد، وبالتأكيد أن من سيتولى السلطة في مصر عن طريق الانتخابات سوف لن يستبد، لأنه الاستبداد الحقيقة نتيجته أنه ثورة وانقلاب. الحوار متشعب دكتور، ولكن الوقت داهمنا. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا لك، والشكر موصول للدكتور عايد المناع على هذه المشاركة القيمة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، أتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.